والله نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على تواجدنا في دولة الإمارات، يعني حكومتنا الرشيدة وتوفير كل المستلزمات هذه بصراحة، تسهيلات حكومية، الشغلات هذه كلها موجودة. أنت ما عليك أن أنت بس تخطو خطوتك الأولى في مجال الرياضة ومجال الفتنس، كل شيء متوفر عندك، يعني ما في شيء ناقص، الحمد لله رب العالمين. هذا مجالنا يعتبر تكميلي، حتى هذا المجال التكميلي متوفر في دولة الإمارات، الأساسيات خلصوا منها، احنا رحنا الحين الأمور التكميلية، الحمد لله رب العالمين، توفير التسهيلات هذه موجودة. حتى في أزمة كورونا، في ظل أزمة كورونا كان في تسهيلات، الحمد لله رب العالمين، مبادرات من الشيوخ ما قصروا، والحمد لله رب العالمين، دائما وأبدا على نعمة دولة الإمارات صراحة، الحمد لله. حياكم الله مشاهدينا الكرام أو في برنامج لآلة الاتحاد، كما عودناكم دوما باستضافاتنا المتميزة والناجحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم نحن متواجدون بإمارة أبو ظبي، تحديدا منطقة الشهامة، نتحدث عن عالم ثاني، عن عالم موازي، عن المكملات الغذائية. اليوم في ضيافة السيد عبد العزيز حسن للتحدث عن بروتين ماركت. أهلا سيد الكريم. أهلا وسهلا فيكم ومرحبا بكم في مكان المتواضع. طبعا سعداء بتواجد حضرتك معنا اليوم في البرنامج، وطبعا حابين نتعرف على شخصك ونعرف جميع مشاهدينا عليك. والله أنا عبد العزيز حسن، اسمي عبد العزيز حسن المطر، شاب جدا عادي، يعني خلصت الثانوية العامة في المدرسة عادي، ورحت على كليات التقنية العليا وعندي مؤهل اللي هو الدبلوم العالي IT في الدبلوم العالي، واستقريت في أبو ظبي في 2010 تقريبا، في 2010 ويعني سلكت طريق آخر جدا، يعني أبدا ما كملت في موضوع تقنية المعلومات والشغلات هذه، رحت لموضوع الرياضة، وأنا أوردي إنسان رياضي، يعني أحب يعني مثلا أمارس الرياضة دائما وأبدا. فسبحان الله لجأنا لهذا الموضوع، وبحثي في هذا المجال كله اجتهاد شخصي، يعني هل أنا عندي مؤهل علمي في موضوع المكملات الغذائية؟ ما عندي، تمام. موضوع التغذية الرياضية، موضوع الرياضة، هذه كلها كانت اجتهادات شخصية مني أنا، وأنا ما زلت حد لين اليوم يعني دائما أبحث وأقرأ وأحاول أطور من نفسي، لأن هذا بحر نفس ما تشوفون أنتم المكملات الحين حواليكم، أشكال وألوان وشغلات وايد، وأحاول أطور من نفسي في هذا المجال يعني. فسلكت سلوك، او عفوا اخذت طريق ثاني، ما كملت في موضوع الدراسه الاكاديميه اللي هي في الاي تي او في البزنس، رحت لموضوع ثاني اللي هو موضوع المكملات، وحبيت الشغله مثل الشغف يعني بصراحه. بداية المشروع، فكرة جاءت من شغف بالرياضة وبالمكملات الغذائية، كيف تحولت هذه الفكرة إلى مشروع قائم الذات؟ والله شوف، في هذا الموضوع بدأ في 2018، بروتين ماركت تقريبا في بدأ في نهاية 2017 أول 2018. كان ودي يكون عندي صراحة بزنس، وما أعرف من وين أبدأ بصراحة، ودائما الخطوة الأولى صعبة،
فانا في البدايه كان يعني كان كنت احلم ان يكون عندي مثلا معرض سيارات، لكن انا ما افقه في السيارات صراحه نهائيا. فسبحان الله بحكم ممارستي للرياضه ولعبه كمال اجسام بالتحديد والفتنس اندستري بشكل عام يعني، فسلكت السلوك هذا او في هذا الطريق يعني. ولكن الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله، التسهيلات من الدوله هنا موجوده وكل شيء سهل يعني، على عكس ما كنت انا متوقع. انا كنت اشوف ان الموضوع وايد صعب ورخصه تجاريه ومن هذا الكلام، لكن الحمد لله خطينا الخطوه الاولى والحمد لله رب العالمين الفكره صارت واقع يعني، نفس ما تشوفون الحين قدامكم. ونحن ان شاء الله نتمنى ان نتوسع وناخذ مكان اكبر من هذا، وان شاء الله على فروع جديده والى اخره. اكيد تمنياتنا بكل النجاح ورفيق سيد عبد العزيز. كل مشروع يمر بمراحل معينه الى ان يصبح اساسيا وطبعا يقدم الخدمات للاشخاص، هذه المراحل كيف يمكن وصفها من خلال الاجراءات المسهله من قبل الحكومه دوله الامارات لكافه الشباب الحاملين لفكر خاص ولفكر متجدد؟ والله وش نحن نحمد الله سبحانه وتعالى ان نحن في دوله الامارات صراحه يعني، والله تسهيلات الحمد لله رب العالمين، امورنا طيبه يعني. الحكومه تعدت ان نحن بس يعني تعدت موضوع الاساسيات، نحن هذا يعتبر من الكماليات ان انت تحافظ على صحتك وتبني عضلات والى اخره. فصراحه توفير وتسهيلات من كل النواحي انا ما كنت متوقع، كنت شايل هم انه لازم اي موافقه من الصحه او موافقه من ما ادري، انت عليك انك تقدم والامور تمشي سبحان الله، موضوع وقت بس لا اكثر ولا اقل. لأن السوق الخارجي مثلا لو نقارن وضعنا الحين في أمريكا، نحن عندنا أشياء مو موجودة برا، عندنا أشياء من أوروبا، من أمريكا، من بريطانيا، من شرق آسيا، تشكيلة كاملة بصراحة. هذا كله تسهيل من الحكومة يعني، في هيئة الإمارات للمقاييس والرقابة صراحة عمل جبار يعني. أنت عليك أنك تقدم الأوراق باللي أنت تبغي والرد من عندهم، بس موضوع مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، والموافقة تي على طول طبعا بما يلائم ويناسب البلد هني يعني، ما يستوي تدخل لي أشياء ممنوعة مثلا راح يكرفض. لكن أتكلم بشكل عام صراحة منتجاتنا في الخليج بشكل عام وبالتحديد في الإمارات مو موجودة في أي مكان ثاني، تشكيلة متنوعة نفس ما تشوفين يعني. طبعا مثل ما قلت تشكيلة متنوعة جدا ومن ماركات عالمية ومعترف بها سواء من هيئات الصحة أو من جميع الهيئات الصحية. صحيح. هذا المشروع ابتدأ في سنة 2018 ثم بدأت تلمس أنه هذا المشروع وجد إقبالا وإيجابية من قبل الأشخاص، كيف لمست الفترة الأولى لافتتاحه؟ شوفي أنت الـ يعني موضوع الرياضة وايد كبير في المجتمع عندنا هنا يعني، الفتنس بشكل عام الناس تبغي تضعف مثلا، الناس تبغي لياقة بدنية، الناس تبغي يعني. لو نقارن 2020 ب 2010 وضع مختلف تماما صراحة، الناس تبغي تواكب الموضوع هذا. فنحن حاولنا نوفر أشياء تساعد الشريحة هذه. لو بتكلم عن المكملات الغذائية يمكن استهدف شريحة واحدة اللي هي شريحة كمال الأجسام والناس اللي ما شاء الله عضلات وإلى آخره. لو بتكلم عن السناكات الصحية أنا استهدف الصغار والكبار، رجال نساء، الكل يبغي الحين، فهذا متطلب يعني. نحن ليش ما نوفر شيء مثلا لو نتكلم عن شوكولات معين متروس أو في وايد سكر أو دهون، هل إلى بديل صحي موجود؟ آيس كريم مثلا بدل ما يكون سكر يكون مثلا بداله بروتين أو فيه بروتين أو قليل بالسعرات الحرارية. فكثر ما نقدر نحاول نوفر منتجات بديلة عن الأشياء العادية صحية ما تأثر على صحتك في المجمل العام يعني. ونفس ما تشوفين أشكال وألوان والنكهات موجودة يعني. قبل لو أتكلم مثلا في 2010 لو واحد يبغي يسوي حمية غذائية يتعب، وايد يتعب، على عكس الحين ما عندك عذر صراحة. صراحة ما عندك عذر وانت تستهدف جميع شرائح المجتمع بسهولة جدا جدا يعني. ثقافة اللياقة البدنية طبعا مثل ما ذكرت حضرتك هي من الأساسيات أصبحت. صحيح. اليوم لمحافظة أولا على الصحة. صحيح. وثانيا أيضا المظهر الخارجي الجميل للشخص. صحيح. ولكن الكثير لا يفقه جدا فيما يعتبر بالمكملات الغذائية. صحيح. هذا العالم الواسع من الأسماء ومن الأنواع مثل ما نشاهد اليوم بروتين ماركت تتحدث هنا عن المكملات الغذائية، وكما لاحظنا طبعا هو بحر من المنتجات وبحر من الماركات العالمية أيضا. كيف يمكن أن نصف المكملات الغذائية؟ شوفي بشكل عام نفس ما قلت ثقافة الرياضة بشكل عام ثقافة الرياضة والتغذية صراحة يعني دون المستوى. نحتاج أن نحن نرتقي بهذا الموضوع، نحتاج أن نحن ننشر ثقافة التغذية يعني. على سبيل المثال لو أنا
أتكلم بالعموم وأقول مثلاً هل السكر مضر؟ الكل راح يقول لي إن السكر مضر، والسكر فعلياً مش مضر. في ثقافة تحتاج أنها تنتشر في الوقت الحالي. ما شاء الله الحين السوشيال ميديا على مفتوح على مصراعيه، وايد ناس قامت تتكلم في أمور التغذية والسعرات الحرارية المكملات الغذائية. في ثقافة، نحن اليوم أحسن من الفترة اللي فاتت، نحن نحاول ننشر الثقافة هذه بصراحة. أي واحد يدخل عندنا بروتين ماركت، مو هدفنا أن نحن يود المنتج هذا وأمسك هذا حارق الدهون وأمسك هذا هذا نهائيا مش موجود عندنا. نحن المحل الوحيد تقريبا اللي عندنا في صفحتنا على الانستغرام نصائح ونحاول نوعي فيها الشباب، لا تأخذ كذا أخذ كذا، اهتم في تغذيتك في المقام الأول والأخير، حافظ على صحتك عن طريق 1-2-3. فموضوع الرياضة شوي يحتاج إلى ثقافة. هذا الموضوع مع الوقت إن شاء الله راح ينتشر. مش هدفنا الأول الربحي إن نبيع 1-2-3. تدخل محل مكملات تترس كيس متروس علب مثل ما تشوفون، 80% من المكملات اللي تشوفونها عامة الناس ما تحتاجها. في ناس يمكن تضايق من هذا الكلام لكن هذا الواقع. هي نصيحة واحدة أن قبل تأخذ أي مكمل اقرأ عن هل أنت تحتاجه ولا لا، بس هذا باختصار يعني، لأنه مو كل المكملات أساسية، اسمها مكملات تكمل التغذية الأساسية، فهمتي؟ فهي في النهاية تغذية يكملها مكمل. إذا ناقصني شيء مثلا دوامي صعب ما أقدر أوفي وجبة معينة، ممكن أدخل مكمل غذائي بالطريقة هذه يعني باختصار. لما نتحدث عن البروتين بعض الأشخاص تخلط في المصطلحات بين ما هو بروتينات وهرمونات. صحيح. هذين المصطلحين المختلفين جدا. صحيح. لو من خلال حضرتك أستاذ عبد العزيز نضع بعض المفاهيم في محلها. نعم، شوف البروتينات أو المكمل هذه تندرج تحت المكملات الغذائية، وهذه مصرح فيها في دولة الإمارات ورسمية وأمورها طيبة جدا. يعني حتى أنت لو كان عندك نقص حاد في شيء معين، لو تروح المستشفى الدكتور يوصف لك مكمل غذائي. أنا لو أمسك واحد كبير في العمر وأقول له مثلا أخذ المكمل الفلاني، بيقول لا ممكن البروتين يسوي لي عقم. تسمعون الكلام هذا؟ ممكن البروتين يسوي لي فشل كلوي، هذا عاري عن الصحة، هذا كلام مش صحيح. الناس تخلط بين المكملات نفس ما ذكرتي مع محسنات الأداء الهرمونات المنشطات، هذه خطيرة ممنوعة، يعني حتى قانونيا ممنوعة، ممنوع تتداولها، ممنوع تستخدمها وإلى آخره. هذا موضوع لها مضارها وإلى آخره. موضوع المكملات الغذائية موضوع آمن جدا، يعني لا تتوقع ان حكومه دوله الامارات تسمح لشيء ممنوع، مستحيل. عندك هنا وزاره الصحه، في هيئات ومؤسسات تراقب الموضوع هذا. انا مره جاني سؤال ان مثلا لو نمسك اي مكمل من المكملات هذه ونلف المنتج من وراء، في له قيم غذائيه، هل القيم الغذائيه الموجوده على هذا المكمل فعلا داخل؟ حط في بالك وكن على يقين ان مثلا من الهيئات، هيئه الامارات للمقاييس والرقابه، تدقق على كل منتج على كل مكون بالتفصيل، إذا كان الرقم الموجود الفعلي غير عن الرقم الموجود على العلبة ينسحب من السوق، فأنت في أمان الحمد لله يعني. ففي ناس تتعب على هذا الموضوع، في مفتشين، في رقابة على الأمور هذه، مش عشوائي. وفلنفرض أن لو كان في مثلا مكمل غذائي عليه دمج أو مشكلة راح ينسحب من السوق. أكيد هذا المشروع بدايته كانت صعبة، ولكن مع الشغف الذي تملكه حضرتك في هذه الفكرة اليوم في نجاحات متواصلة. جائحة كورونا لا يوجد قطاع لم تلمسه هذه الجائحة ولم تؤثر عليه. عندما نتحدث عن مجال المكملات الغذائية بطريقة غير مباشرة أيضا لمستكم هذه المسألة بقفل لفترة معينة للقاعات الرياضية وغيرها، كيف عشتم هذه الفترة؟ والله فترة كورونا صراحة كانت صعبة جدا، يعني مشروعنا يعتمد على الاستيراد من الخارج بشكل عام، يعني نفس ما تشوفين منتجات عندنا بريطانيا، اسبانيا، امريكا، الولايات المتحدة، فصار لوك داون وما في استيراد من الخارج. فصراحة الوضع كان صعب، سكرت الصالات، صالات الرياضية بأنواعها كلها سكرت يعني. ولكن سبحان الله كانت 4-5 شهور صعبة شوية، ولكن لما رجعت فتحت الصالات تقريبا في شهر 7 الرجوع كان قوي من الناس، المجتمع يبغي يعني، الكل خذ وزن زايد، الكل كان جالس، الكل يبغي يتحرك الحين. فالحمد لله نفس ما كان في نزول كان في صعود، الناس كلها رجعت صراحة، والحمد لله قدرنا بإدارة معينة، مش بالضرورة أن نجيب منتجاتنا من الخارج، حاولنا بطريقة معينة أن نوفر المكملات المطلوبة للمستهلك أنه يكمل، والحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع. وبالعكس نحن اليوم في 2021 الحين أفضل من كورونا الحمد لله، وتسهيل بعد من الحكومة، دائرة اقتصادية، الشغلات هذه ساعدتنا يعني الحمد لله، كان في تسهيلات. أين ترى هذا المشروع بعد فترات من الزمن؟ أي ما هي مخططاتك المستقبلية؟ إن شاء الله إن شاء الله بروتين ماركت بيكون موجود في كذا إمارة إن شاء الله، من
يعني من نقول من نحن حاليا نحن موجودين في ابو ظبي، ان شاء الله راح نتوسع. وانا يتني عروض يعني ان مثل الفرانشايز يسمونه، يبغون الناس ياخذون الاسم وينتشرون في كذا مكان، وان شاء الله نحاول نوسع دائرة بروتين ماركت. انا همي والله الثقافة صراحة، يعني صراحة الثقافة هي الاهم انها تنتشر. يعني هل المكملات اللي موجودة عندنا موجودة عند غيرنا؟ تقريبا في اشياء متشابهة، نحتاج ان الثقافة تنتشر. اهم شيء ان الثقافة تنتشر، وان شاء الله ان هذا الشيء راح ينتشر ان شاء الله، مسألة وقت يعني. هنا استاذ عبد العزيز، طبعا هذه الفكرة التي تكللت بالنجاح هي طبعا مثال لكثير من الشباب، من يملك فكر فتح المشاريع والمؤسسات بمختلف قطاعاتها. ما هي رسالة تحفيزية من حضرتك الى جميع الشباب خاصة داخل دولة الامارات العربية المتحدة؟ والله هذه الفكرة يعني بدت، اي فكرة دائما تبدا صعبة بصراحة يعني. أول خطوة صعبة، تحتاج أن أنت بس يعني go for it، روح للخطوة الأولى وإن شاء الله أن تسهل موجودة. أنت في بيئة خصبة في دولة الإمارات صراحة، اللي عنده مشروع، اللي عنده شغف معين، أنا أنصحك وأقول لك روح وتوكل على الله. الأمور طيبة جدا عندنا في البلاد، بيئة خصبة صراحة، توفير ما بعد توفير من ناحية تسهيلات الإجراءات الحكومية وإلى آخره. أنا واجهت الصعوبة صراحة في البداية، كان خوف لا أكثر ولا أقل، ولكن من تخطو خطوتك الأولى الحمد لله رب العالمين تياسير، واللي عنده فكرة يطبقها لأن الأمور جدا سهلة. شكرا سيد الكريم، سعداء طبعا بتواجد حضرتك معنا اليوم في برنامج لآلة الاتحاد، وتمنياتنا بالنجاح والتوفيق. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا على إعطائنا الفرصة صراحة. من عالم المكملات الغذائية والرياضة واللياقة البدنية تأتيكم حلقة اليوم من لآلة الاتحاد من إمارة أبوظبي. نحن مشاهدينا لازلنا في استعراض أبرز قصص النجاح داخل الدولة، ملتقانا الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.